تعجبت على مدى الأيام السابقة من اللي عمله البعض مع محمد صلاح. ولا أريد أن أحمل هذا الأمر للجان أو بعض الناس المزقوقة أو التحريض، ولكن يا جماعة هناك حقد دفين على صلاح. يعني في ناس كتيرة بتحقد على هذا المواطن المصري البطل حقدا شديدا، ويتمنوا أن تزول النعمة منه. ما هو ده الحقد، ده تفسير الحسد، إن أنت تتمنى زوال النعمة من أحد، أنت تراه يتعملق، يتراه عالمي، تراه وهو الآخر، فأنت تريد أن تقضي عليه، لأن أنت لم تحصل على 10% من اللي صلاح عمله، ولن تحصل ولن تستطيع ولا تحاول. وأسطورة صلاح قد تمت، يعني نحن لا نحتاج إلى سنين أو أيام لتنتهي قصة هذه الأسطورة. هو الرجل الآن أسطورة، هو الرجل الآن رقم قياسي، هو الرجل الآن رقم صعب. ففي ناس يا عيني ما قدرتش تحقق تم أو ربع اللي عمله مو صلاح، ما قدرتش، وبتحاول تقتله، تقتله، تتخلص منه. مش ده بقى الغريب؟ انتوا يا شعب، انتوا يا مواطنين، انتوا يا مشجعين لا تثقوا في صلاح. الثقة على فكرة أهم حاجة، أنا دايما بقول كده، هي الدنيا دي إيه؟ ثقة. أن تثق في كيان، أن تثق في شخص، أن تثق في زوجة، أن تثق في أب، أن تثق في أم، أن تثق في حكومة، الأمر كله ثقة. أنتم لا تثقون في هذا الشاب بعد الأرقام القياسية اللي عملها مع المنتخب بتاعنا؟ لا تثقون في الرجل تماما؟ يعمل لكم ايه تاني؟ ماذا يفعل صلاح عشان حط نفسك مكان الراجل ده؟ خد الطيارة ورجع الى بريطانيا، الناس بتقابله في الشارع الف سلامة، حمد الله على السلامة، ربنا معاك، وبلده بتقول له ايه؟ يا ممثل، يا جبان، يا اللي جريت، يا اللي هربت، بلدي بتقول لي كده. والبلد التانية، والبلد التانية بتكرمك وخايفة عليك وبتسأل عليك. هو الراجل لو في جون ما جابوش يموت، ده كان ميسي مات من زمان، ده كان رونالدو ضاع من زمان، ده كان بيليه خرطوه للوز، ده كان مارادونا رموه من فوق البرج الكبير في بيونس ايرس. انتوا ازاي بتعملوا في الرمز؟ والله ما جايلكوا تاني. الراجل ده لو ما رجعش عنده حق. شوفوا قد ايه بقى انا واصل لايه. انتوا ازاي تعملوا كده؟ انتوا ازاي تفكروا فيه كده؟ ما عندكمش ثقة في صلاح. ما انا عندكم ثقة في مين؟ بعد كل عام ده اللي وصلنا كاس العالم. اقول ايه يعني؟ ده اللي في كل حتة في الدنيا، الملك المصري، الفرعون الكبير، فخر العرب، انا من بلد مصر. وفجأة صلاح لازم يتذبح، صلاح لازم يتخلص عليه. هو ده؟ ما تشوفوا الناس التانية بتعمل لها ايه؟ تشوفوا النجوم بلادهم بتكرمهم ازاي؟ انتوا جرالكوا ايه؟ انتوا ليه بقيتوا متوحشين كده؟ ايه التوحش اللي انتوا فيه ده؟
اذا كان بتعملوا كده مع صلاح، امال لو في اي ازمه ولا اي حاجه هتعملوا في بعض ايه؟ اهدوا شويه، خفوا على الشاب، خفوا على الشاب ده، هناك عاملين له فرشين له الارض حنيه، وانت هنا ارضك كلها شوك، بتشوك الراجل ليه؟ ده صلاح اللي بيدخل لنا لباجه، اللي بيعمل لنا مش اللي هو مثال لكل الشباب، اللي كل شباب عايزين يبصوا، فجاه بقى خاين، هربان، جبان، بيمثل صلاح مو صلاح. طب هو علي من ده بايه؟ غير احساسه الوطني، غير حبه لبلده، غير ان هو نموذج، ان هو رمز لشباب كتيره. اعقلوا كده واهدوا، انتوا بقيتوا بصراحه بعضكم يعني مش كلكم مع ريحه الدم. اول ما تيجي ريحه الدم شد السكينه وروح اذبح. اهدوا كده، اهدوا كده ووحدوا الله. اتحاد الكرة ناوي يذبح، لان هو حاسين ان في نفس صايبة المنتخب بتاعنا، كل شوية حد مهم يتعور. الثالوث الشناوي، صلاح، وبعدين امام عاشور. اصابات مؤثرة، احنا بنتكلم عن ثلاثة انا اعتبرهم نص المنتخب. الثلاثة دول هم ثلاثة من 11، ولكن انا بعتبرهم نص المنتخب. فايه الحكاية؟ هنعمل ايه قدام الكونغو يوم الحد؟ عبد الرحمن طارق مراسل ام بي سي مصر. اهلا عبد الرحمن، ازيك؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ عمرو وكل السادة المشاهدين. المنتخب طبعا يعني زي ما حضرتك ذكرت وقلت، يعني حالة غير جيدة، إصابات كتيرة، إصابات بالجملة، ارتباك كمان لمستر روي فيتوريا، إن الإصابات دي كلها من العناصر الأساسية، سواء صلاح، سواء الشناوي، سواء إمام عاشور، كلهم من العناصر المهمة واللي بيعتمد عليهم، فده طلع له حالة من الارتباك كمان في اختيار التشكيل، في اختيار اللاعبين، في طريقة اللعب. لكن حابب أطمن حضرتك طبعا على حالة إمام عاشور. إمام عاشور بقى حالة جيدة جدا، النهاردة خاض التدريب بشكل كامل، ولكن هو مش هيلعب المباراة خلاص. الدكتور محمد ابو العيلة طبيب المنتخب قال كلمته، وقال ان امام هيرجع للبروتوكول الطبي لمدته 6 ايام عشان يشارك في المباريات الرسميه. لكن امام من حقه ان يلعب، او ممكن يلعب، او ممكن يلعب زي ما حصل. فانت بتقول لنا خبر انه في اغلب الظن ان امام عاشور لن يلعب يوم الاحد. خلاص تأكد غيابه، لن يلعب يوم الأحد، ولكن إمام عنده رغبة وإصرار كبير جدا إنه يلعب، حتى قال إن أنا عندي تعهد على نفسي إن أنا المسؤول عن أي حاجة تحصل لي عشان ألعب المباراة، ولكن المسؤولين ودكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب رفض تماما هذا الأمر. وإمام قال إن ده حصل مع ساديو ماني، وإن هو مضى تعهد على نفسه إن هو شارك مع منتخب السنغال في البطولة الماضية، كان بيعاني من نفس الإصابة ارتجاج في المخ، لكن الكل داخل معسكر المنتخب رفض وأصروا إن إمام يخضع للبروتوكول الطبي حفظا على سلامته، إنه يكون جاهز إن شاء الله في مباراة دور الثمانية في حالة تخطينا المباراة المقبلة أمام الكونغو في دور ال 16. مين مرشح يلعب؟ مين مرشح يلعب مكان إمام؟ حتى الان فيتوريا استقر بشكل كبير ان زيزو يلعب مكان امام عاشور، والدفع بمصطفى فتحي في مركز الجناح الايمن، ونص الملعب كده يبقى مروان عطيه وحمدي فتحي واحمد سيد زيزو. طيب في اخبار النهارده انه صلاح احتمال يلحق المنتخب في حال وصوله لدور الثمانيه. لا، حتى الان داخل منتخب مصر مفيش اي حديث عن تطورات اصابه صلاح. ما زال الامور زي ما هم قالوا ان صلاح ممكن يلحق المباراه النهائيه، لكن غير كده لا، ان كمان طلع بشكل رسمي الدكتور محمد ابو العيله وقال ان صلاح محتاج اسبوعين، ونفس الامر ليفربول قال ان صلاح محتاج اسبوعين، ورامي عباس مدير اعمال صلاح قال ان الاصابه بتاعت صلاح ممكن تقعد من 21
21 يوم ل 28 يوم، فبشكل كبير صلاح مش هيلحق الفتره اللي جايه، وفي حال وصلنا للمباراه النهائيه هيبقى في شكوك، ولكن لا اقدر اكد لحضرتك ان صلاح هيكون موجود مع منتخب مصر حتى في عدم اكتمال شفائه وفي حال وصلنا للمباراه النهائيه لدعم زملائه وانه يكون موجود دوره كقائد للفريق. طب وايه الحاله النفسيه بعد يعني الضغط العصبي الفظيع في اخر مباراه؟ منتخبنا الوطني اللعيبه في حاله تفاؤل بعد وقوعنا امام الكونغو، هم شايفين ان الكونغو هتبقى افضل بكثير من ان نقعد قدام المغرب او الكاميرون او نيجيريا، لكن هم شايفين ان الكونغو الطريق ممهد يكون ممهد افضل للوصول للادوار النهائيه، ان في حاله ان احنا نكسب الكونغو هنقابل فيجينيا او غينيا الاستوائيه، فده بالنسبه لمنتخب مصر وبالنسبه للعيبه افضل بكثير ان احنا نقع بمنتخب اقوى فنيا في الفتره اللي جايه، لكن مستر روي فيتوري حذر اللعيبه من هذا الامر وقال لهم ان المنتخبات الافريقيه تطورت كثيرا، ومعنى ان المنتخبات دي توصل للادوار النهائيه فدي حاجه كبيره جدا، مش عايزين نتهاون، احنا مجموعتنا ما كانتش سهلة ولكن فوجئنا بمستوى موزمبيق بمستوى كامب فيردي وساعدنا بشق الانفس، فمش عايزين تهاون مش عايزين استهتار بالقسم، كل اللعيبه كمان مركزه، ابو جهل حاله تركيز كبيره جدا 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 مع المنتخب عشان يعود من جديد لمستواه، كل اللعيبه استاذ عمرو مركزه جدا 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 مع منتخبنا الوطني. عبد الرحمن بشكرك شكرا جزيلا، عبد الرحمن طارق من كوت ديفوار، وخلينا نطلع فاصل اعلاني اخير ونرجع تاني ان شاء الله، كل التمنيات واعصابنا تعبت بقى، لقد هرمنا احنا الماتش اللي فات ده هرمنا والله، لما جه الجون التاني ده تخيلنا ان احنا ضعنا لولا يعني ستر ربنا، ده انت زعق لك نبي. ايوه طبعا ايام جميله والله. خلينا نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، ان الجون يلمس الكوره وتيجي كورنر ويدخل فيهم الجون يعني بايد حد تاني، انت تعدي بايد حد تاني.